السلام عليكم. فجر يوم السبت الموافق 13 رمضان 1445 فوجعت الأحساء بفقد 3 شباب في عمر الزهور بحادث أليم جدا، الله يرحمهم ويصبر قلوب أهاليهم. وكذلك كان معاهم شخص رابع لكن الحمد لله لم يتوفى، نقل على أثرها للمستشفى لكن حالته جدا صعبة. وأكيد أن أغلبكم سمع بهالحادث المأساوي لأن انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. عموما شنو كانت السالفة ومن وين هم جايين؟ اسمعوا القصة. هذا الله يسلمكم، كانوا هالشباب راجعين من استراحة في مدينة الطرف شرق محافظة الأحساء. كان عندهم تجمع أسري مع أهاليهم، وهم دائما متعودين كل بين فترة وفترة يحجزون لهم منتجع أو استراحة يلتقون فيه يتعشون أو يتغدون، يعني بالعربي هالعيلة على قلب واحد متكاتفين والكل يقبضهم في علاقاتهم الوطيدة فيما بينهم. المهم كانوا 4 من شباب هالعائلة الكريمة أصدقاء وكل مع بعض، وذيك الليلة بالذات جايين الاستراحة بسيارة واحدة، وكان من بينهم واحد اسمه قصي وهو الوحيد المتزوج، صار لحول السنة من تزوج ورزق ببنت عمرها تقريبا 3 أشهر. المهم عند الساعة تقريبا 3 الفجر تاريخ 13 رمضان، وبعد ما انتهوا هالشباب من وجبة السحور مع أهاليهم، قرر قصي انه يمشي يروح شقته، فطلب من أخوه صاحب السيارة اللي اسمه عدي انه يوصل الشقة قبل يأذن الفجر. والطريق سالك بين هالاستراحة وشقة قصي، يعني بالسيارة مدة 7-8 دقائق تقريبا. فعاد شقل عدي السيارة وركب معاه أخو قصي، وكذلك جاءوا معاهم عيال عمهم 2 علشان يوصلون قصي بسرعة ويرجعون الاستراحة مرة ثانية. المهم امسكوا خط العقير طالعين من هالاستراحة، وكان عدي يقود السيارة صراحة بسرعة عالية، وهذا ما أكده لاحقا تقرير المرور. وفجأة وخلال لحظات ويبدو أن طقت عليهم كفر وتنحرف السيارة وترتطم بالرصيف، وبعدها تقلبت واصطدمت بأحد النخيل الموجود بين الشارعين وانقطعت النخلة. يا الله، وتوفي في نفس اللحظة عدي واثنين من عيال عمه الله يرحمهم ويغفر لهم. أما قصي فتم إسعافه ونقله على أثرها لمستشفى الملك فهد، لكن حالته صعبة للغاية وظل حوالي 12 يوم، وبعدها للأسف لحق أخوه عدي وعيال عمه رحمة الله عليهم جميعا. والله في كذا قصة حذرنا يا جماعة من السرعة الزايدة أثناء القيادة. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، لا تفجعون أهاليكم، الله لا يرينا ولا يريكم أي مكروه، ويرحم المتوفين برحمة الواسعة. وأنا صراحة قلتها لكم سابقا أن الهدف من طرح مثل هكذا قصص من أجل أخذ العظة والعبرة من الحوادث التي يتعرض لها الآخرين. وعلى فكرة ترى هذا هو الشارع اللي صار فيه الحادث، هذا اللي قاعدين نمشي فيه. المهم بعد فترة تقريبا بعد 19 يوم من وفاتهم، بالتحديد ثاني أيام عيد الفطر لهذه السنة 1445، نويت أنا محدثكم أني أروح لهم المقبرة علشان أقرأ القرآن الكريم وأهدي هالقراءة لأرواحهم. وكان الوقت حول تقريبا الساعة 7:30 صباحا، وكان وقتها ما في أحد، ف
في المقبرة، وأول ما دخلت المقبرة ولا أسمع ذاك الصوت، واحد يبكي بحرقة وحزن مو طبيعي. أنا صراحة أول ما سمعت هالصوت استغربت وخفت في نفس الوقت. تدرون ليش؟ لأن ما كان في سيارة واقفة في مواقف المقبرة، يعني صوت منه هذا؟ وإذا بالفعل في أحد كيف جاء بدون سيارة؟ لأن المقبرة صايرة في أطراف البلدة، ففي مسافة ومن الصعوبة إن أحد يجي ماشي بالذات في هالتوقيت. المهم وأقوم أمشي بشويش 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 رايح لقبور هالشباب الأربعة، لأن قبورهم صايرين بعيدة عن البوابة الرئيسية وفي طريق فاصل وحوله أشجار، فبسبب هالشيء ما كان مبين قبور هالشباب الله يرحمهم ويغفر لهم. المهم وأول ما قربت عند القبور ولا أتفاجأ بوجود شخص أجنبي، يعني مو سعودي، من أحد الجنسيات، لكن مبين عليه أثر النعمة وأنه ذو منصب ومستوى راقي، يعني مو شخص عادي. تتوقعون شنو قاعد يسوي؟ والله يا جماعة الخير بشوفة عيني قاعد يبكي ودموعه تهل بشكل هستيري عند القبور، وكل حين يروح من قبر لا قبر، لكن لاحظته ملاصق أكثر شيء لقبر عدي رحمة الله عليه. وتصدقون حتى يوم قربت منه ولا كأن أحد جل عنده متأثر بالحال. فأنا صراحة استغربت من هالمبالغة في البكاء، لأن وفاتهم صار لها وقت، وحتى أقرب الناس لهم صحيح إن في البداية أكيد كانوا أسرتهم والبلد كلها أصلا منفجعين وحالتهم حالة، لكن أكيد إن بعد مدة راح تهدأ النفوس ويسلمون أمرهم لرب العالمين، خصوصا إن الأب والأم معروفين إنهم من خيرة المؤمنين وإيمانهم بالله قوي. فانذهلت إن من هو هذا اللي متأثر بالحيل وجالس يقرأ القرآن ويبكي بحرارة؟ فصراحة جاني شيء من الفضول اللي لازم أكلمه وأعرف سالفته. وأول ما جيت لعنده وسلمت ويقوم المسكين ويحضنني حضان مو طبيعي. الظاهر أنه كان يفكر أني من أقارب المتوفين، وجلس يفضفض ويصيح بصوت عالي وطبعا وبلا شعور قاعد يتكلم يقول انه مو مصدق ان عدي توفي. والله يا جماعة الخير اني بديت ابكي معه وجلست اواسي، لان مو جاي يهدى، بالعكس جالس يزيد في البكاء لا حول ولا قوة الا بالله. فيوم خليته يفضفض وبعدها شفته نوعا ما هدى شوي، قعدت اتكلم معه، وعلى فكرة هو ما يتكلم عربي، فجلست أتكلم معه إنجليزي. قلت له أخوي سؤال لو تكرمت. قال لي تفضل. قلت بس ما عليش، ودي أعرف شنه نوع العلاقة اللي بينك وبين هالشباب، لأني شايفك متأثر بالحيل. قال شوف يا أخوي أنا فقط أعرف هذا وأشر على قبر عدي رحمة الله عليه. قلت إيه تسلم. يقول والله العظيم أن كان عدي قمة في الأخلاق والاحترام، وان هالولد عنده طموح مو طبيعي وشخص يحب الحياة، وان فيه مواصفات الانسان اللي راح يكون له شأن عظيم. لكن يقول بس للأسف. قلت له الله يرحمهم، وذكرته ان كلنا ضيوف في هالدنيا وفي الاخير راح نروح لهذا المصير المحتوم، لان ما في احد مخلد. قال أنا أعرف هالشيء، لكن يقول تعرفت على هذا عدي قبل أقل من سنة، لكن يقول يعلم الله أني كأني أعرفه من زمان. يقول أهو هذا عدي يشتغل في الصباح في شركة، هذا عمل الأساسي، لكن في المغرب يعمل في أحد الكافيهات اللي قريبة من مقر عملي. يقول فتعرفت عليه، ويقول أنه قال لعدي إنه يعمل في هالكافيه مو لأجل المقابل اللي يعطونه، لا، يقول الهدف إنه يبقى يكتسب خبرة.
يقول قلت له يا عدي ليش تبي تكتسب خبرة وانت الآن تعمل في شركة مرموقة وأمورك المادية جدا ممتازة؟ يقول قال له عدي إن لا نية يفتح له مقهى كافيه، وإنه جالس حاليا شقال على إنهاء الإجراءات وإصدار التراخيص، وإنه راح يكون لهالمشروع علامة تجارية خاصة، وإنه ما راح يوقف لهالحد. يقول عدي كان طموحه فوق فوق فوق، إنه مستقبلا راح يفتح له فروع في مناطق متعددة. يعني يقول إن هذا عدي ذكاء وفكرة نير سابق عمره، وإن عنده طموح بلا حدود. فيقول عدي يدري إن عندي خبرة في مثل هكذا مشاريع، فيقول علشان كذا طرح علي عدي إن أكون معاه في المشروع كاستشاري، يعني كعمل إضافي. فيقول بالفعل بديت معاه قبل تقريبا شهرين، نهاية شهر رجب اللي فات. فيقول في بداية الشهر الماضي اللي هو رمضان طلب مني عدي تصاميم مبدئية للمشروع، فقلت له ابشر امهلني فقط اسبوعين وراح تكون بإذن الله جاهزة. فيقول وبعد اسبوع بالضبط شفت عدي قب خبه، يعني ما يبين. فقلت في نفسي يمكن مسافر أو عنده ارتباطات عائلية، فما حبيت أني أزعجه وأتصل عليه. قلت باقي أسبوع على اتفاقنا أن أنتهي من التصاميم. يقول خلاص. وبعد أسبوع بالضبط وبعد ما انتهيت من التصاميم وأقوم وأتصل على عدي وأتفاجأ أن خطه مغلق. يقول استغربت لأنه مو من عادتي يقفل جواله. يقول والعجيب أن حتى إذا رسلت له رسالة ما توصل. فيقول المشكلة بعد أني ما أعرف أحد من أسرته علشان أطمن على وضعه. فيقول عشت أيام عصيبة لأن صار بيننا مو بس عمل، صارت صداقة متينة خلال فترة وجيزة. فعلشان كذا أبقى بس أحد يطمني عليه. فيقول قبل العيد بيوم واحد قريت خبر في الموقع الرسمي لوفيات منطقة الأحساء عن حادث أليم راح ضحيته مجموعة من الشباب. يقول وانفجعت يوم دريت إن من بينهم صديق العزيز عدي. يا الله يا الله. يقول ما كنت مصدق إنه توفي. فيقول كان في نفس الخبر مذكور اسم المقبرة. يقول على طول وفي نفس اليوم جيت المقبرة، وكذلك يوم العيد جيت لعند قبره أقرأ القرآن. يقول هذا اليوم الثالث اللي أجي أزوره والتقيت معاك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله، يعني الواحد شنو بيدي يقدر يسوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يرحمهم ويغفر لهم، وإن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة، ويصبر والديهم ويكتب لهم الأجر. والله العظيم البلد كلها حزينة، شباب خيرين ومن عائلة كريمة يروحون كذا في قمضة عين، لكن ما أقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.